السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، معانا ان شاء الله النهاردة مع زمن الماضي المستمر، The past continuous tense. تاني زمن الماضي المستمر من الأزمنة المهمة جدا ان انا لازم اعرفها، لان فيها قاعدة مهمة جدا وهي قاعدة when while اللي لازم اخلي بالي منها، بتتكرر كتير طول ما احنا ماشيين في السنوات الدراسية. طبعا شكل ما قلنا حبايبي عشان اقول ان انا هاضن اي زمن، قلت لازم اكون عارف الفورم، التكوين بتاعه، اليوسج، الاستخدام، النيجيشن، النفي، الكوستشن، السؤال، وكمان الباسيف فويس، صيغة المبني للمجهول. قلت لو عرفت الحاجات دي في أي زمن أقدر أفرقه عن بقية الأزمنة. تعالوا يلا بينا نتكلم عن تكوين زمن الماضي المستمر. قلت لكم حبايبي طالما بقول على الزمن إنه مستمر، دايما هلاقي فيرب تو بي وكمان فيرب بلس أي إن جي. أي زمن مستمر لا يخلو من الاثنين دول، verb to be و verb plus ing. طبعا لان الزمن هنا ماضي مستمر فهجيب الماضي من verb to be اللي هو was were، عشان كده التكوين بتاعه was or were plus verb ing. ده تكوين زمن الماضي المستمر بكل بساطة، was or were وفعل فيه ing، ودي صيغة المعنى. يبقى لما يجي يقول لي he was or were watching TV، اكيد هقول له was. طبعا was بتيجي مع المفرد، where بتيجي مع الجمع. لما يجي يقول لي they were have lunch، هقول له لا طبعا، لانه was were هيجي وراها verb plus ing، فلازم اقول they were having lunch، يعني هم كانوا بيتناولوا الغداء. يبقى تاني زمن الماضي المستمر was or were plus verb plus ing. طيب تعال نشوف النفي بسرعه كده، للنفي بتاعه بسيط جدا، was هتبقى wasn't، وكمان where هتبقى weren't. كده خلص الموضوع. يعني لو انا كنت قلت لك تعالى يلا نمفي الجمله اللي فوق اللي هي he was watching TV، اكيد هتقول لي he wasn't watching TV، يعني هو ما كانش بيشاهد التلفزيون. لو قلت لك تعالى نمفي they were having lunch، هتقول لي they weren't having lunch. يبقى الموضوع كله لما اجي انفي زمن الماضي المستمر was تبقى wasn't، were بتبقى weren't، واللي بيجي بعد wasn't weren't بيبقى verb plus ing. بس هقول لك لا، ممكن يجي تصريف تالت بس الكلام ده في المبني المجهول، وبيبقى الزمن بتاع حبايبي ماضي بسيط مش ماضي مستمر. طيب تعال نشوف حبايبي السؤال. شكل ما اتفقنا بقى ان السؤال بتاعي نوعين اثنين، سؤال بيبدا بفعل مساعد ويكون اجابته بيس ونو، وسؤال بيبدا باداه استفهام. طبعا لو هنا السؤال بدأ بفعل مساعد حبيبي بأكيد هيبدأ ب was or where، وبعد كده يجيب للسبجكت الفاعل بتاعي. طب الفعل بتاعي هتقولي لازم يكون فيه ing، لازم. تاني was or were plus subject plus verb ing، وبعدين بيكمل السؤال. في حالة ان السؤال بتاعي يبدأ ب was or where يبقى جاوب يس. لما يجي يقول لي was منى sleeping، يعني هل منى كانت نايمة؟ طبعا هنا لو منى كانت نايمة هقول yes، واطلع ابدل منى اعوض عنها بشي فاقول yes she was. طب قدر مثلا ما كانتش نايمة هقول no she wasn't. يبقى لاحظ في النفي wasn't، في الاثبات was. بس هنا بقى لازم الاحظ حاجة مهمة جدا، لما يجي يقول لي were you playing tennis، يعني هل انت كنت بتلعب تنس؟ لما اجي هنا اجاوب بيس خلي بالك ان يو بتتحول لاي، واي ما بتاخدش وير، اي بتاخد واز، عشان كده اقول يس اي واز. طب ممكن حاجة تانية، ايوه لو انا بسأل مجموعة فهقول يس وي وير، نفس الكلام لو قلت نو، لو انا مفرد اقول نو اي وازنت، لو جمع اقول نو وي ويرنت. يبقى اذا حبايبي في السؤال اللي بيبدا بفعل مساعد هلاقيه بادئ بوز وير، وبعدين السبجكت، وبعدين الفيرب بلس اي ان جي. طيب يا مستر لو السؤال بادئ بالدبليو اتش وورد، يعني اداه استفهام، قال لي لو بادئ باداه استفهام برضو هلاقي وراها ووز اوير، وبعد كده هلاقي السبجكت بتاعي، وبعد كده هلاقي الفيرب بلس اي ان جي. مثال بسيط، لما اجي اقول لك وات وير يو دوينج ات 7، يعني ماذا كنت تفعل الساعه 7؟ قال لي هنا بقى لازم ابدل كده عشان اجاوب، فيو بتتحول لاي، اي ما بتاخدش وير، اي بتاخد واز، واجيب الحاجه اللي انا كنت بعملها، مثلا انا كنت بشاهد التلفزيون فهقول
I was watching TV يعني أنا كنت بشاهد التلفزيون. يبقى إذن لو بدأ السؤال بأداة استفهام بجيب وراها was aware وبعد كده الفعل وبعد كده الverb plus ing. طب تعالوا نشوف بقى الباسف فويس يعني المبني للمجهول. قال لي في المبني المجهول ببدأ طبعا بالمفعول was aware ماليش دعوة بالفعل المساعد. طب أمال الفعل اللي فيه ing ده بجيب مكانه verb to be فيبقى being. وبعد كده الفعل الأساسي بيبقى past participle تصريف ثالث. طيب والفعل هيجي مسبوق بكلمة by. يبقى إذن هنا بدأت بالمفعول was aware على حسب المفعول، خلي بالك مش على حسب الفاعل، يعني ممكن تبقى was تحول ل were أو were تحول ل was أو يخلوهم شكل ما هم. مفعول وبعدين was aware وهنا بقى زودت being بعد كده التصريف الثالث للفعل. مثال dad was cleaning the car يعني بابا كان بيغسل العربية. قال لي لما اقول لبابا كان بيغسل العربية وعايز ابناء مجهول هبدأ طبعا بالسيارة هقول the car. مالها؟ هتقول لي was عادي جدا، ده مفرد وده مفرد فتاخد was. يبقى the car was هنا بقى لازم اجيب being وبعد كده تصريف التالت من clean cleaned. اقول the car was being شو بقى being جيت مكان الفعل في ing وانا خليت الفعل ده تصريف تالت being clean by dad. طب بص كده الجملة دي mom was washing the dishes يعني ماما كانت بتغسل الأطباق. طبعا عشان ابني مجهول هبدأ بthe dishes اللي هي المفعول. هنا بقى هلاحظ ان was هتتحول لمين؟ ل where ليه يا مستر ما هي فوق was اهي؟ هتقول لي لا لان هنا mom مفرد لكن المفعول جمع يبقى the dishes were. هنا بقى هجيب being وبعد كده الباست بارتيسيبل من wash washed فاقول the dishes were being washed by mom يعني كانت تتغسل بواسطة ماما. يبقى اذا لما اجي ابني مجهول في زمن الماضي المستمر هبدا بالمفعول بعدين was aware ولازم اجيب being والتصريف التالت للفعل. تعالوا حبايبي بقى نشوف الاستخدام. امتى هستخدم الماضي المستمر؟ اول حاجه للتعبير عن حدث استمر في وقت محدد في زمن الماضي. حبايبي هو مش هتلاقيه بيقول لك yesterday بس، لا هيقول لك امتى بالظبط، هيحدد وقت في زمن الماضي. يعني مثلا ما تلاقوش يقول لي yesterday ويسكت. امال تبص تلاقيه مثلا يقول لك at 7 yesterday الساعة 7 امبارح all day yesterday 4 ويجيب لك عدد الساعات خلاص ويقول لك yesterday او عدد الدقائق يعني عشان يقول لك ان هو استمر في المدة دي. او ان يقول لك from to يعني من الساعة كام للساعة كام امس. شو بقى هو كده حدد وقت في زمن الماضي. قال لي فجيب هنا على طول ماضي مستمر مش ماضي بسيط. يعني لما يجي يقول لي كده حبايبي I played ولا was playing كنت بلعب ولا لعبت tennis at 7 yesterday هقول هنا ما قاليش yesterday بس حدد وقت بالظبط يبقى في الوقت ده انا كنت مستمر في لعب كرة التنس فهنا لازم اقول I was playing tennis at 7 yesterday. كذلك بقى لو جاب لي اي علامة من علامات دي مع علامة من علامات الماضي قال لي بختار ماضي مستمر. طيب امتى بستخدمه كمان؟ قال لك بستخدم زمن الماضي المستمر للتعبير عن حدث كان مستمر وحدث قطعه في الماضي. تاني حدث كان مستمر وفي حدث قطعه في الماضي. طب وهنا بقى هتلاقيني بستخدم مين؟ قال لك هتلاقيني بستخدم قاعدة when و while. when و while و while دي بيساويها كلمة اسمها as وكمان كلمة اسمها just as. التلاتة دول شكل بعض ودي لوحدها. يعني لما اقول لك كده احمد was playing يعني احمد كان بيلعب. suddenly يعني فجأة he fell down وقع. هقول لك هنا احمد كان بيلعب الحدث ده كان مستمر فلما وقع ايه اللي حصل لهنا ايه اللي حصل للعبة هتقول توقف. يبقى عشان كده بنقول انه بيستخدم للتعبير عن حدث كان مستمر قطع حدث اخر في زمن الماضي. وهنا بقى لازم اخلي بالي جدا من القاعدة بتاعت وين بتاعت وين. قال لي while دايما حبايبي هي و as و just as بيجي وراهم الحدث اللي كان مستمر يعني الماضي المستمر. طيب والجملة التانية بتبقى ماضي بسيط.
طب لو هم جم في النص، قال لي ولا هتفرق اي حاجة، يعني برضو جاي بعدهم ماضي مستمر، وهنا بس جملة الماضي البسيط هتروح في الاول. يعني لو انا عايز مثلا اربط الجملتين دول بوايل، هتقول لي كده وايل بينما احمد، بينما احمد واز بلاينج، بينما احمد كان بيلعب، هشيل بقى صدلي واقول هي فيل داون، سقط. لاحظ بقى ادي وايل، ادي ماضي مستمر، وادي ماضي بسيط. هتقول لي طب اقدر، انا عايز وايل في النص. قال لك مش هتفرق، هجيب جملة الماضي البسيط في الاول بس هبدل احمد مع هي، هقول احمد fell down يعني احمد سقط، while he was playing يعني احمد سقط بينما كان يلعب. عادي جدا ان انا هقول هنا مين as، وعادي برضو ان انا هقول just ايه just as، شكل بعض بالظبط يا حبيبي. طيب لو انا عايز اربط بقى نفس الجمل دي بس بوين، قال لي طبعا هتفرق بس في ترتيب الجمل. يعني ايه هتفرق في ترتيب الجمل؟ يعني عشان اربط بوين لازم اجيب وراها الماضي البسيط، والجمله الثانيه هتبقى ماضي مستمر. يعني لو هنا عايز اربط بوين هقول وين احمد fell down he was playing، كان بيلعب. طيب يا مستر لو انا عايز وين في النص، قال لك هات الماضي المستمر في الاول، فاقول احمد was playing يعني احمد كان بيلعب، when he fell down يعني عندما سقط. يبقى اذا when عكس while في ترتيب الجمل، when ماضي بسيط، while ماضي مستمر اللي بيساوي while as و just as. طيب يا مستر بقى ايه الحاجات اللي لازم الاحظها في القاعده دي؟ قال الحاجات اللي لازم الاحظها في القاعده دي ان while لو مفيش وراها فاعل بيجي وراها على طول verb plus ing. تاني while لو مفيش وراها فاعل بيجي وراها على طول verb plus ing. يعني ايه الكلام ده مثلا؟ يعني تبص تلاقيه في الاختيارات يقول لك كده while was watching، خلي بالك بيجيب لك الاولى ماضي مستمر، ولا watched يجيب لك الثانيه ماضي بسيط عشان يخدعك، وبعدين في الاخر يجيب لك watching TV احمد slept. المفروض بقول واحمد بيشاهد التلفزيون نام، فكل الناس هتيجي على was watching لانها شايفه while. هقول لك لا، فينا فاعل؟ هتقول لي لا، طالما مفيش فاعل بجيب ورا while verb plus ing، فاقول while watching TV احمد slept يعني بينما كان بيشاهد التلفزيون احمد نام. يبقى اذا لازم اركز ان while لو مفيش وراها فاعل بيجي وراها verb plus ing. ثاني لازم اركز ان while دي حبايبي ممكن يجي وراها ماضي مستمر، والجملة التانية برضو ماضي مستمر. امتى الكلام ده مستر؟ قال لي لو مفيش حدث قطع تاني، يعني شخصين بيعملوا حاجة ومستمرين في عمل الشيء او في عمل شيء في نفس الوقت، مفيش حد فيهم قطع التاني. يعني لو جيت اقول لك كده while I was watching TV يعني وانا بشاهد التلفزيون، mother ماما was cooking يعني ايه was cooking؟ كانت بتطبخ. هتقول لي هنا ماما بتطبخ وانا بشاهد التلفزيون، مفيش حد فينا قطع الثاني، احنا الاثنين مستمرين او استغرقنا وقت طويل في عمل اشياء مختلفة، مفيش حد فينا قطع الثاني، فعادي جدا ان while تبقى ماضي مستمر، ماضي مستمر. من الحاجات المهمة بقى حبايبي ان انا اكون عارف ان while دي عادي جدا ان يجي وراها ظرف مكان او ظرف زمان. تاني ظرف مكان او ظرف زمان، وبعد كده بيكمل لي جملة الماضي البسيط عادي جدا. يعني يقول كده while ولا when، ويديك في الاختيارات in England we visited the big Ben يعني بينما احنا كنا في انجلترا زرنا ساعد بيجمان. لاحظ اللي جاي هنا ظرف مكان، فعادي جدا ان انا هجيب مين while، فاقول while in England. عادي جدا اقول while on holiday يعني بينما كنا في اجازه، فعادي جدا ان يجي وراها ظرف مكان او ظرف زمن. طيب يا مستر ايه اللي بيساوي بقى while دي؟ اللي بيساوي while دي حبايبي هي كلمه during. during هنا معناها اثناء،
بس الفرق ان during هنا بيجي وراها noun، يعني بيجي وراها اسم تاني. during بيجي وراها اسم، يعني يقول لي كده while ولا during our visit to Aswan we met a lot of tourists، يعني اثناء زيارتنا لاسوان قابلنا كتير من السياح. هنا بقى هقول during، فلما يسالني ليه هقول له طبعا لاني جاي وراها اسم مش جاي وراها verb plus ing. فاذا هقول during our visit to Aswan we met a lot of tourists. طبعا هنا عندنا برضو on، وon دي برضو وراها بيجي verb plus ing، بس في الغالب هنا حبايبي انها بتساوي when مش بتساوي during، بمعنى ان يجي يقول لي on ولا while ولا during seeing the accident we were walking to school. طبعا يا حبايبي بيقول لي عند رؤية مين الحادثة احنا كنا رايحين المدرسة. لاحظ ان جاب لي جملة الماضي المستمر خلاص اللي هي كان هيجي قبلها while، فاذا هنا مش عايز ولا while ولا during، جملة الماضي البسيط اللي كان قبلها when. يبقى طالما تحولت لverb plus ing على طول هجيب on. فقول on seeing the accident we were walking to school. تاني on seeing the accident we were walking to school. من الحاجات المهمة جدا بقى حبايبي في زمن الماضي المستمر ان هو بيمنعني من عمل شيء في زمن الماضي، يعني ان انا ما اقدرش اعمل في شيء في زمن الماضي عشان كنت مستمر في عمل شيء اخر. يعني مثال بسيط على الكلام ده، لما يجي يقول لي I couldn't answer the phone، يعني انا حبايبي ما قدرتش ارد على التليفون because لان I، ويقول لي كده بقى had ولا had had ولا was having above. طبعا هنا معنى الكلام ان انا ما قدرتش ارد على التليفون لاني كنت باخد حمام. طبعا ما ينفعش اقول because I had لان معنى كده ان بياخد حمام ما بيردش على التليفون، لا طبعا. امال طب had had يعني انا خدت حمام الاول فما قدرتش ارد على التليفون، لا طبعا معنى خاطئ. امال اللي منعني ان انا ارد على التليفون هو ان انا اكون مستمر في اخذ الحمام اثناء ما التليفون كان بيرن، فعشان كده لازم اقول was having. يبقى اذا فعل منعني من عمل شيء اخر في الماضي دايما ده بيكون مستمر. فقول I couldn't answer the phone because I was having a bug. يا رب تكونوا فهمتوا زمن الماضي المستمر معانا. لو عجبك الفيديو يلا اللايك بتاعك الجميل وشير لكل زمايلك عشان الكل يستفيد، واستنونا في باقي الازمنه ان شاء الله. جود باي، سلام عليكم.